يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عبارة أن أهل السنة لا يكفرون أحداً بذنب، هل هذه العبارة على إطلاقها تعد صحيحة مع أنهم قد كفروا ببعض الذنوب كترك الصلاة تهاوناً والاستهزاء بشيء من الدين؟ الاستهزاء هذا ليس من الأفعال، هذا من الأقوال. الاستهزاء ليس من الأفعال وإنما هو من الأقوال. وأهل السنة لا يكفرون أحداً بذنب، هذا القصد الرد على الخوارج كما قلنا لكم، بذنب دون الشرك، دون الشرك لا يكفرون به. أما التكفير بترك الصلاة، نعم هذا تكفير بذنب، لكن هذا دل عليه الدليل فهو مستثنى، دل عليه الدليل فهو مستثنى من القاعدة. لأن أظن أبا رزين العقيلي يقول: ما كان أصحاب محمد يكفرون بذنب إلا ترك الصلاة، إلا ترك الصلاة، هذا معنى كلامه. فهذا مستثنى، مستثنى من القاعدة. نعم.